كشف ضابط مقرب من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عن مواقف مجهولة عن ردود فعل العقيد حول ما جرى لصدام حسين، وبالأخص عندما تم القبض عليه، حيث أشار الضابط إلى أن العلاقات بين الزعيمين معمر القذافي وصدام حسين كانت متذبذبة، لافتا إلى أن خلافات كانت موجودة مع صدام حسين على المستوى السياسي، لكنه أكد أن القذافي كان يحب صدام حسين على المستوى الشخصي. احنا اختلفنا مع صدام حسين، هذا أكيد. صدام حسين عروبي وقومي واشتراكي ومعنا العراق، يعني لا يريد ليبيا أن تلعب دور منافس عندنا، وإحنا طبعا حلفنا مع سوريا أيضا استفزة ونحن. وأن الخلاف بين معمر القذافي وصدام حسين كان فقط حول الحرب العراقية الإيرانية، والتي كان القذافي يتمنى على صدام حسين أن يوقفها ويجلس للتفاوض مع الإيرانيين. وصرح الضابط بأن القذافي حين اندلعت الحرب مع الأمريكيين وقف مع صدام حسين 100% وبشكل علني، وحينما اختفى صدام قبل القبض عليه من قبل الأمريكان لم ينم القذافي طيلة تلك الفترة، وأنه كان في منتهى الانزعاج وكان يأخذ حبوبا مهدئة، وكان يتمنى أن يصله خبرا يطمئنه بأن صدام لا يزال حيا، وكان يؤكد للمقربين من حوله أنه لا ينام ليلا من شدة قلقه على صدام حسين. وفي ذلك اليوم الذي أعلن فيه الأمريكان القبض على صدام حسين، ذكر الضابط أن القذافي جلس يشاهد تلك العملية على التلفاز ومعه بعض المقربين منه داخل قصره. وقد غضب القذافي بشدة عندما رأى صدام حسين يعامله الأمريكان بهذه الطريقة المهينة، وأن من شدة غضبه قام بضرب التلفاز بمزهرية كانت بجانبه، وبدأ بتكسير جميع ما حوله من لوحات وتحف ثمينة موزعة داخل القصر، وقد كان يصرخ بشكل هستيري ويقول: أهكذا تعامل الأسود؟ أهكذا يعامل الأبطال؟ وقد كان يردد: الويل للعراق من بعدك يا صدام، الويل للعرب من بعدك يا صدام. وقد أقسم القذافي بأن يحرر صدام حسين من بين أيديهم حتى لو كلفه ذلك كل ثروته، ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى وتآمر الفاسدين والخونة كانت هي الأقوى، وكتب لصدام حسين أن يموت شهيدا بعد أن ظل شامخا متماسكا لآخر لحظة في حياته. وفي نهاية هذا التقرير لا تنسى وضع لايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.